وزيارة الناجحة والموفقة جدا واللي تابعها كل المصريين، مش بس المصريين، تابعها العالم كله للبابا فاتيكان بابا فرانسيس. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في ختام زيارته لمصر اللي استغرقت يومين. البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أكد أن مصر ساهمت كثيرا في إثراء الكنيسة بالكنز الذي لا يقدر والمتمثل في حياة الرهبنة والكهنة. ودعا بابا الفاتيكان خلال القداس طبعا اللي اقيم امبارح، كان في قداس صباحا وفي استاد الدفاع الجوي لصلاه السلام، وكمان في قداس اقيم بالكليه الاكليركيه في المعادي، دعا الى التحلي بالشجاعه والمضي قدما الى الامام. كمان اختتم البابا كلمته بقوله: اتمنى لكم الخير ومن خلالكم اقدم تحياتي الى الاله. كانت كلمة كلها مليئة بالدلالات والرسائل الخاصة بالمحبة والتقدير الشديد جدا للحضارة المصرية وللتاريخ المصري، ودعا اننا نكون متطرفين في المحبة. يعني هو ده التطرف اللي مسموح لأي مؤمن في الدنيا، ان يتطرف في المحبة. كانت كلمة طبعا قالها امبارح، سواء قالها امبارح او اللي قالها كمان في مشيخة الازهر او في فندق الماسة، كانت كلمات معبرة جدا. تابعت الحدث ازاي امبارح؟ الحقيقة انا يمكن الكلمة اللي عايزة اقولها النهاردة، جاية بسأل الناس اللي بيقولوا في مسلم ومسيحي. شفتوا امبارح البيوت المصريه المسلمه قبل المسيحيه كان الفرحه فيها، عايزه يعني يمكن اجزم زي ما بيقولوا يعني، او ابقى متاكده واسمحوا لي من ده، ان ما فيش بيت مصري امبارح سوي، انا بتكلم سوي، ما كانش حاسس بهذا الكم من السعاده والفخر وشعور كده إيجابي وشعور بالمحبة، ويعني كم من الأحاسيس لا توصف في كل بيت مصري مسلم قبل بيت مسيحي امبارح بزيارة طبعا بابا السلام. راجل فوق مستوى صحيح. الروعة إحساس رائع، وهو بيقول تحيا مصر أكتر من مرة، وحرصه أنه هو يوصلها لنا باللغة العربية، وهو بيقول سلام عليكم سلام. كل رسالاته كانت واضحة وسريعة ومباشرة للعالم كله، إن مصر السلام، إن مصر المسيح والعائلة المقدسة في رحلتها يعني كانت محتمية بيهم وخدت السلام منهم. مش ممكن أجي أحس فيها بعدم الأمان وعدم السلام، لا، مصر هي مهبط الأديان زي ما قلنا. الحقيقة كان في عدة رسائل مباشرة وقوية جدا جدا، كمان كانت في كلمة شيخ الأزهر. شيخ الأزهر قال كلمة بجد، كلمة قوية، كل حرف فيها له 10,000 معنى بس للي يفهم، ورسائل مباشرة للعالم كله. احنا الدين الإسلامي مش دين إرهاب، زي ما نفع عن الدين الإسلامي ونفع عن المسيحية ونفع عن اليهودية، إن بعض الأشخاص المتشددين تحت شعارها ممكن يعملوا أي عمل إجرامي أو أي عمل زي الصهاينة من قتل وسفك دماء وتشريد لشعب. نفى عن كل الأديان السماوية أنهم ممكن يكونوا إرهابيين أو متطرفين، مش معنى أن في جماعات بتعمل ده صحيح. أن الديانة نفسها كده. كانت كلمة قوية جدا جدا جدا، وطبعا كانت زيارة البابا زيارة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة. مصر كانت منورة صحيح. لازم نشكر كل القائمين على الزيارة دي، لأن الواحد كان عنده حالة من الفخر الرائعة. الله، بلدنا حلوة، بلدنا جميلة. القوات المسلحة والشرطة عاملين يعني شغل كتر خيرهم. وكمان صحيح. احنا كنا واحنا هناك في الاسماعيليه كنا بنقول لهم ده انتوا هترجعوا. هو كان مأمنين الاسماعيليه، وحاجه برضو مؤتمر الشباب كان حاجه تفرح. ومن الاسماعيليه تاني يوم زياره البابا، فالناس دي بتعمل يعني صحيح. لازم في كل مناسبه وفي كل مكان نقول لهم كتر خيركم على اللي انتوا بتعملوه. مصر كانت حلوه، الصوره كانت أوي. حلوه جدا امبارح، وصوره تليق بمصر وبالمصريين، صوره في منتهى الروعه، ورسائل جميله جدا جدا، رسائل السلام والمحبه. على فكره الصوره اللي كان فيها العناق ما بين البابا فرانسيس ودكتور احمد الطيب شيخ الازهر، الصوره دي بمليون كلمه. وعلى فكره لما قال بابا الفاتيكان احيي اخي الاكبر،
هنا اي واحد بيلعب على وتيره التفرقه ما بين الاديان او وصم دين معين بانه دين للارهاب، شيخ الازهر كان محدد جدا، كل كلمه كانت بتوزن من ميزان من ذهب زي ما بيقولوا كده. قال رسائل مهمه جدا، قال انه الاديان كلها بعيده كل البعد عن اي ارهاب، وان اللي احنا فيه دلوقتي او الحضاره اللي احنا عايشين فيها هي سبب الصراعات الموجوده، ابتعدنا عن قيم الاديان الاصيله والسماويه. كمان خلوا بالكم من البلاغه والخطاب، يعني انا نفسي يا اسماء ونفسي حضراتكم انه الاثر بتاع الزياره دي يبقى مستمر معانا، نفكر كل شويه في الكلمات اللي اتقالت واهميتها وبلاغتها وجمالها، يعني كلمات تدرس على فكره عن المحبه. لما بابا الفاتيكان يقول ان مصر انقذت العالم في عهد المجاعه في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، ومصر الان قادره ان تنقذ هذه المنطقه والعالم من مجاعه المحبه والاخوه بقمح السلام. شوفوا البلاغه اللي استخدمها بابا الفاتيكان، انا عجبتني جدا فعلا مجاعه المحبه، ان في مجاعه محبه. مين اللي قادر انه يعني ينقذ العالم؟ هي مصر قادره انها تعمل ده بقمح السلام زي ما قال، لما يتكلم على ان المحبه هي العنوان الحقيقي لوجدان كل انسان، وكل انسان حقيقي يجب ان يحب عدوه ويحبه، دي تعاليم السيد المسيح. فمهم جدا ان احنا نفكر في الحاجات دي ونفكر في الخطابات اللي اتقالت، واطفالنا واولادنا وشبابنا ياخدوا بالهم انه بلاغه المحبه زي ما بيقولوا دي هي اللي هتخلينا نكمل ونعيش ونستمر. كلمه مهمه جدا او اكثر من خطاب كان للبابا فرانسيس، كلمه شيخ الازهر على فكره في وقت كل، او مش عايز اقول الكل، في سهام كده بتوجه لشيخ الازهر، شيخ الازهر رد بقوه وقال الازهر موجود والازهر هيفضل موجود وكلنا لازم نبقى سند للازهر الشريف بكلمات محدده وواضحه. الفكره شيخ الازهر كان رائع جدا في الصوره دي، كمان الصوره دي تصدرت بقى يعني مش عايز اقول كل الصحف، صحيح، لكن اغلب وسائل، صحيح، الاعلام والصحف في جميع انحاء العالم. الصوره دي الحقيقه صوره معبره، صحيح، صوره بتقدم، صحيح، رساله للعالم صريحه، اللي احنا بعيد عن اي اتهام بالارهاب. هي دي، هي دي ديانتنا، هي، صحيح، دي المحبه اللي بيننا، كم الود والمحبه. احنا ليه دايما نحط نفسنا في موقع المتهم كانه كل رجل دين اسلامي لازم يدافع عن الاسلام؟ شيخ الازهر ما قالش كده، شيخ الازهر لما خلص الكلمه قبل، يعني قبل اللحظه دي سريع، يعني بمشهد لما خلص كلامه بابا الفاتيكان، شيخ الازهر قال ايه؟ قال ايه اللي قال له؟ قال لي اشكر اخي الاكبر. يعني هنا شوفوا الكلمه والتعبير، في محبه حقيقيه، ما فيش اصطناع، يعني ما حدش بيفتعل، لا شيخ الازهر ولا بابا الفاتيكان بيمثل علينا، يعني لا، يعني لا سمح الله بيفتعلوا، ما فيش اي حاله اصطناع. قال له اشكر اخي الاكبر، ففعلا وشكر شيخ الازهر بابا الفاتيكان، قال له انت تدافع دائما عن الاسلام. يعني دائما بابا الفاتيكان كان بينفي اي ربط ما بين العنف والارهاب والاسلام، والربط ده موجود زي ما حضراتكم عارفين في المجتمعات اللي بره بشكل كبير كاعتقاد، يعني للاسف مغلوط. فلما نلاقي راس الكنيسه الكاثوليكيه اللي هو اكبر يعني كنيسه ليها اتباع في العالم، وراس المؤسسه الدينيه الاسلاميه السنيه الازهريه، فده مشهد فعلا يدرس ومحتاج تحليل كبير. يعني مره تانية يعني الزياره دي لو اتكلمنا عليها هتاخد ساعات وهتاخد ايام وتستاهل اكتر من كده بكتير، وعايزين دايما الزياره دي تكون حاضره في اذهاننا، ودايما الصوره اللي احنا كنا لسه شايفينها حالا دي تبقى موجوده. وفي كم صور، ده صوره البابا وهو بيتفرج على النيل، دي صورة المفروض تبقى موجودة في كل حاجات اللي بنتكلم على سياحة، هي دي اللي هتعمل لنا، صحيح، كل ده السياحية اللي احنا بنتكلم فيها. كمان البابا شفناه لما طلع على الطيارة وهو بيغادر مصر، عمل حاجة زي مؤتمر صحفي أو بيان صغير، لأن كل الصحفيين معاه على الطيارة، وقال لهم إن الزيارة دي زيارة مختلفة، وإن، صحيح، الزيارة دي عزيزة جدا على قلبي، وقد إيه ثمن على أهمية هذه الزيارة. شكرا بابا الفاتيكان، شرفتنا وفرحتنا، صحيح، والمحبة سادت بينا بشكل كبير جدا. يا رب الزيارة دي وزيارات عديدة، يعني يمكن احنا قلنا له وداعا، لكن نقول له إلى اللقاء إن شاء الله قريب، يا رب تبقى في زيارة قريبة ودائمة للقاهرة، يا رب المحبة تبقى موجودة دايما ما بيننا، ويا رب الكلام اللي سمعناه من بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر، الكلمات دي يا جماعة تدرس. إيه المشكلة لما نحطها في المناهج الدراسية بتاعتنا؟ على فكرة ارجعوا كده للخطابات، الثلاث خطابات اللي قالها بابا الفاتيكان أو الخطاب اللي قاله شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، الخطابات دي لو عايزين ننور عقول ولادنا وشبابنا ونفتح عقولهم كده على المحبة،
نقرا الحاجات دي. فايه المانع ان احنا نشوف الخطاب ده موجود في منهج يتدرس وننشر الكلام ده ونقراه مره واثنين وثلاثه؟ صدقوني الكلمه ليها تاثير قوي جدا، الكلمه بتغير من حياه البشر ومن حياه الناس. فشكرا على المحبه وشكرا على بلاغه المحبه، البلاغه اللي كانت موجوده في كلمات بابا الفاتيكان او في كلمات شيخ الازهر، ويا رب تسود المحبه دايما بلادنا والعالم كله. وكمان قلنا عايزين بس بشكل سريع قبل ما نطلع للخبر اللي بعديه، ان الناس بقى او رواد المواقع على تويتر عملوا هاشتاج يومين مش كفايه قداسه البابا، وطلبوه بزياده مده الزياره. الحقيقه كلنا بنقول ده فعلا يومين مش كفايه، عايزين الزياره الجايه تبقى اكتر من كده، وان هو يلف بقى مصر كلها ويمنح محبته لكل ربوع مصر مرة تانية في انتظار الزيارة القادمة. يا رب يا رب إن شاء الله. من الزيارة التاريخية، وإحنا لما نصف تاريخية هنا ما فيش أي مبالغة، هي فعلا زيارة تاريخية ما بتتكررش كتير، وإن شاء الله نستثمرها سياحيا في السياحة الدينية، ونستثمرها كمان في إحساسنا بأنه في شيء مختلف حصل، في رسالة قوية اتقالت من أرض مصر. نروح